أكيد كلنا عارفين شركة ريلمي والنجاحات الضخمة اللي بتحققها واحدة ورا واحدة ورا واحدة، وآخر تعاون بينها وبين شركة كوكاكولا في إطلاق تليفونها الرسمي ريلمي 10 برو كوكاكولا إديشن. وبصراحة لما شفت أنبوكسنج ومراجعات للتليفون عجبني أوي الحركات اللي فيه، والعلبة والكرتونة والجوه الكرتونة والدبوس اللي على إيد غطا كزق. لا بصراحه رايق قوي وتعاون جامد قوي، تحس كده بالانتعاش انك تستخدم التليفون. وتتوالى بقى ابهارات الشركه، مش هتقف لحد هنا، جاي لك النهارده بقى بتليفون ريلمي جي 10 يو 5 اللي اقوى ميزه فيه الشحن السريع اللي بقدره 240 واط، حرفيا كهرباء، مش كهرباء بتاع الاهلي، لا كهرباء ضخمه جدا 240 واط. بس قبل ما الكلام ياخدنا والحماس يشتعل في الفيديو ده، خلينا بس افكرك باللايك لانه مهم جدا، تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تتابع معايا كل جديد، وهسيب لك الديسكربشن والتعليق المثبت لينك شراء التليفون. بس الاول كمل معايا الفيديو للاخر. بتاريخ 9 فبراير يعني من حوالي كام يوم تم الاعلان بشكل رسمي عن ريلمي جي 10 يو 5، وتم الكشف اعلان تشويقي عن تصميم التليفون اللي جاي باللون البنفسجي مع اضاءه بجانب مربع الكاميرات، بالاضافه لمعالج من سناب دراجون الرائد مع وجود مستشعر من سوني من نوع اي ام اكس 890، بالاضافه لبطاريه جباره وسرعه شحن الصاروخيه زي ما قلت لك 240 واط مع ريفرش ريت بيوصل ل 144 هرتز. بالنسبه للشاشه، شركه ريلمي قالت ان هيتم الاعلان بشكل رسمي في الاسواق العالميه عن ريلمي جي 10 يو 5 خلال ايام قليله، وبالتحديد وبالتزامن مع مؤتمر ام دبليو سي الشهير. واللي ما يعرفش المؤتمر ده، فده مؤتمر عالمي بيتم كل سنه في شهر 2، كل شركه بتستعرض التقنيات والتكنولوجيا الموجوده عندها. وصراحه المؤتمر ده من اقوى المؤتمرات في مجال التقنيه اللي انا بصراحه نفسي تجيلي دعوه كده في مره واروح باذن الله، لان هناك هتشوف تكنولوجيا تانية، عالم تاني، اختراعات وتكنولوجيا اول مره تشوفها في حياتك، ومن هناك بتتولد الافكار للشركات لاختراعات جديده في المستقبل. فباذن الله يكون ليا نصيب ان اروح في وقت من الاوقات وانقل لكم الحدث من هناك. ولكن خلينا نرجع تاني نكمل كلام عن الريلمي جي 10 يو 5 اللي حسب الفيديوهات اللي شفناها والاقاويل عنه ان هيجي بظهر من الزجاج من نوع اي جي، والنوع ده بيعطيك ملمس غير لامع بنقوش كده عليه على عكس الاصدارات السابقه من سلسله ريلمي جي تي، يعني هو زجاج ولكن ملمسه مش ملمس زجاج، حاجه كده هتحسسك بالفخامه برضه مع اصطناب الكاميرات اللي بقت مشهوره بيه شركه ريلمي مؤخرا. وصراحه لو تفتكر التصميم ده انا شفته في شركه هونر قبل كده، الهونر 50 نفس التصميم بالظبط. بس بصراحه لو رجعت بالذاكره مش عارف هل شركه ريلمي اللي بدات بالتصميم ده ولا شركه هونر، لو انت فاكر شاركني برايك في التعليقات، لان بصراحه مش عايز اضيع وقت كتير عشان عايز اتكلم معاك عن المعالج. المعالج او البروسيسور اللي جاي من شركه سناب دراجون من نوع 8 بلس جين 1، وده من اقوى معالجات شركه سناب دراجون حاليا، وانا بعتبره من اقوى المعالجات الرائده على مستوى العالم، مع ذاكره وصول عشوائيه او رام بتصل ل 16 جيجا بايت من نوع ال بي دي دي ار 5. ولازم طبعا تتكلم في جهاز رائد ومعالج قوي ومساحه جباره، فلازم يجي ال بي دي دي ار 5 عشان تاخد سرعه ملهاش مثيل. يبقى معاك سرعه في التليفون وسرعه شحن، انت كده معاك تليفون الاسرع، مع سعه تخزين داخليه بتصل ل 1 تيرا بايت من نوع يو اف اس 3.1. فحرفيا التليفون سريع في كل حاجه، سريع في معالج كاداء، سريع في رام، سريع في مساحه تخزين، سريع كمان في شاشه تردد 144 هرتز. وبكلامنا على الشاشه، فحابب اقول لك ان الشاشه جايه من نوع اوليد بحجم 6 بوصه، يمكن الحجم صغير نسبيا، ولكن احب اقول لك ان الحجم ده هيكون ممتاز مع كثافه بكسلات محترمه، تردد عالي، هتحس ان التليفون اللي في ايدك ملوش حل حرفيا. وانا واحد من الناس قليل جدا لما يكون في تليفون متحمس ليه، التليفون ده من احد الهواتف اللي انا متحمس جدا لتجربتها للمواصفات القويه والجباره اللي جايه فيه، بالاضافه كمان ان الشاشه جايه بدقه عرض 2K، فهتاخد بقى الوان وصوره ووضوح ملوش حل، مع معدل تحديث او ريفرش ريت زي ما قلت لك 144 هرتز، بالاضافه كمان لوجود بصمه مدمجه تحت الشاشه اكيد من نوع التراسونيك، بالشغل بقى كاميرات زي ما نشوف في الفئه المتوسطه، لا ده سنسور حقيقي من نوع التراسونيك، وده بيكون مستشعر سريع جدا في التقاط البصمه، بعكس التليفونات اللي بيكون جاي فيها كاميرا تحت الشاشه، بيتم تسجيل صوره لبصمه اصبعك عن طريق الكاميرا دي، ولما بتيجي تستخدم بصمه الاصبع وتحط اصبعك بيلقط صورة تانية وبيقارن الصورة دي بالصورة اللي عنده، دي حاجة تانية غير الالتراسونيك خالص، بالإضافة لوجود تقنية أول مرة شركة ريلمي تشتغل عليها أو تستخدمها، الـ IR بلاستر، والتقنية دي بتخلي تليفونك كأنه ريموت، تقدر تتحكم في التلفزيون أو التكييف أو غيره، فهنا أول مرة شركة ريلمي تستخدم هذه التقنية، بعكس شاومي اللي كل تليفون في تليفوناتها حتى الفئة الاقتصادية موجود فيها الـ IR بلاستر، واللي أنا كنت شايف إن شاومي متميزة بيه عن باقي الشركات، لأن أنا كواحد من الناس بيفرق معايا حرفيًا في الاستخدام، فلما نشوف شركة ريلمي مع المواصفات الجبارة دي جايبة الـ IR بلاستر في تليفونها يبقى ده شيء محترم، وعاش يا ريلمي بجد. لو حابين نتكلم على الكاميرات، فالجهاز جايب كاميرا أحادية في الواجهة بدقة 16 ميجا بيكسل، ولو حابين نتكلم على الكاميرات اللي في الخلف هو ثلاثي الكاميرات، كاميرا رئيسيه بدقه 50 ميجا بيكسل مع مستشعر من سوني اي ام اكس 890، مستشعر جبار محترم قوي جدا شفناه في اجهزه تانية، والمستشعر ده حرفيا هتاخد منه صور ولا اروع، بالاضافه كمان لوجود معالج ممتاز جدا في معالجه الصور احنا عارفينه وشفناه في اجهزه قبل كده، بالاضافه كمان لسوفت وير ريلمي اللي بيعمل ربط واوبتمايزيشن محترم
بين قطع الهاردوير والسوفت وير، وبالتالي تحصل على نتيجه ممتازه. الكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الترا وايد بزاويه تصل ل 120 درجه. انا شايف 8 ميجا على الترا وايد كويسه، بس يعني كنا عشمانين او كان الافضل انها تجيب 13 ميجا بكسل. واخر عدسه للماكرو او التصوير القريب بدقه 2 ميجا بكسل فقط. تقنيه جديده تم استخدامها في هذه الكاميرات وهي اسمها الفيلم الشفاف المزدوج، دي الترجمه الحرفيه بتاعتها، او معناها ان هي بتقلل الضوضاء اللي موجود في الفيديو. يعني احنا عارفين اي كاميرا بتصور بالليل بيكون فيه نويز او ضوضاء، لا هنا مفيش الكلام ده، الكاميرا هنا بتعمل على ازاله الضوضاء من الفيديوهات، فبتحصل على صوره سينمائيه روعه محترمه كانك مصور بكاميرا دي اس ال ار بروفيشنال مش بتليفون. وبصراحه انا مش فاهم ازاي قدروا يعملوا ده، ولكن اكيد عن طريق السوفت وير، عشان احصل على النتيجه دي محتاج بودي، محتاج عدسه محترمه حجم كبير زي النافذه او الكاميرا اللي كنا دلوقتي. فانك تاخد كل ده في تليفون سنسور صغير وحجم صغير، انا شايف ده شيء ممتاز. وحرفيا يا جماعه انا مش ببالغ في الجهاز، لا هو فعلا الجهاز عاجبني، الجهاز انا شايف ان هو تقدم كبير جدا لشركه ريلمي، لذلك انا حابب ومتحمس لتجربته. بالنسبه بقى للبطاريه وسرعه الشحن، فالجهاز فيه منه اصدارين، اصدار البطاريه بسعه 4500 ملي امبير، سوري 4600 ملي امبير، والنسخه الثانيه بسعه 5000 ملي امبير. النسخه ال 4600 جايه بقدره شحن 240 واط، والنسخه الثانيه اللي بسعه 5000 جايه بقدره شحن 150 واط. وانا شايف بصراحه ان سرعات الشحن الرهيبه اللي بنتكلم فيها سواء 240 واط او 150 واط سرعات جنونيه، تحس ان في ماراثون الكترونات جوه الاسلاك. حرفيا انا تجربتي مع الشحن السريع بلاقي السلك بيدفى عند سرعه شحن 120 160 واط، ما بالك بقى بال 240 واط. بالتاكيد طبعا في شهادات ضمان على البطاريات دي وعلى الكلام ده كله، مر باختبارات عديده عشان تقدر انك تستخدم السرعات الجنونيه دي، لان عملنا فيديو مخصص عن خطوره الشحن السريع واللي ادى للاسف في معظم الاجهزه التجريبيه لانفجار البطاريه. بس طالما الشركه بدات تعلن عنه او الشركات بدات تعلن عن السرعات الكبيره دي بشكل رسمي، يبقى اكيد الشركات حصلت على شهادات امان ومر بحوالي 6 اختبارات بتمر بيهم عشان تاخد شهادات الجوده على البطاريه. انا شايف ان ده الوقت المناسب لاستخدام السرعات الشحن الجباره دي بدون قلق او خوف، خصوصا كمان ان شرحنا قبل كده الموضوع عن طريق الهاردوير وقلنا ان البطاريه بتتقسم لبطاريتين داخليتين علشان تقدر تستوعب سرعه الشحن الكبيره دي. والكلام ده بقى عن سرعه الشحن وسعه البطاريه، قول لنا سعه بطاريتك كام وسرعه شحنها كام في التعليقات. اما عن موعد اطلاق الجهاز بشكل رسمي هيتم خلال الايام اللي احنا فيها دي، وبالنسبه لسعر الجهاز مفيش اي تفاصيل عنه، ولكن لو اتكلم عن توقعي الشخصي اي ثينك ان هو ممكن يجي في سعر مثلا 350 دولار في الرينج ده، مش عارف انا حاسس ان هو يجي في الرينج ده، لان ريلمي برضو بتقدم لك مواصفات كويسه مقابل تسعير يعني مقبول، بس خلينا واقعيين ممكن يجي من 350 ل 400 دولار. اكيد السعر الاكيد باذن الله، ولينك الشراء هسيبه لك في الرابط اللي موجود في الديسكربشن اللي هو صندوق الوصف او التعليق المثبت. وبس كده نجب كده وصلت معاك لاخر الفيديو، فاتمنى يكون الفيديو فادك وعجبك. فلو الفيديو عجبك اللايك مهم جدا، تشترك في القناه وتفعل الجرس لانه اهم واهم عشان تتابع معايا كل جديد، وتابعني على الفيسبوك في حاجات هناك وحصريات هناك بتنزل ما بتنزلش على اليوتيوب. ولو عايز تعرف ليه لما تتابعني على الفيس هتعرف ليه، برضو اللينك هتلاقيه في الديسكربشن. وكالعاده يا شباب نتقابل ان شاء الله فيديو جديد، سلام.